قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: المجمل والمبين. والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد انتهاء المؤلف رحمه الله تعالى من الحديث عن العام والخاص، شرع يبين بعضا من دلالات الألفاظ. واللفظ إذا يعني لم يحتمل إلا معنى واحدا فهذا له الصلاح عند الأصوليين، يسمونه النص. أما إذا كان يحتمل معنيين وليس هناك مزية لأحدهما على الآخر فهذا يسمونه المجمل. فإذا احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر سموا هذا الظاهر، سموه الظاهر، يعني سموا أحدهما أرجح من الآخر سموا هذا الراجح، جزاك الله خيرا، سموا هذا الراجح الظاهر، ويسمون المرجوح بالمؤول. إذن هذه أربع دلالات للألفاظ. اللفظ إذا لم يحتمل إلا معنى واحدا هذا يسمونه النص، ويأتي كل ذلك. يعني مثلا في قول الله جل وعلا: للذين يؤلون من نساء تربص أربعة أشهر، استغفر الله، للذين يؤلون من نساء تربص أربعة أشهر. طيب فهنا يعني هل يحتمل ان مده الإلاء اكثر من أربعة اشهر يوما واحدا؟ لا، هذا يسمونه نص. اما اذا كان يحتمل معنيين وليس بينهما ترجيح هذا يسمونه المجمل، مثل لفظ القرء، هل هو يعني يراد به الحيضات، يعني الحيض، ام يراد به الطهر؟ هو لفظ يطلق على هذا ويطلق على ذلك. ومثل عسعس اقبل وادبر. نعم، فإذا احتمل معنيين لم يتميز أحدهما مع الآخر هذا يسمونه المجمل، وذلك المجمل لا يستطيع العمل به إلا بدليل آخر يبين المراد منه. نعم، فإذا كان أحد المعنيين أرجح من الآخر هذا فيسمون الراجح الظاهر. نعم، والثاني يسمونه المؤول. قال: والمجمل. فقال المصنف رحمه الله تعالى هنا ابتدأ بالمجمل والمبين. ويعني المجمل اسم مفعول من أجمل الشيء إذا جمع، هذا معناه لغة، أو هو مأخوذ من أجمله إذا أبهمه. أجمله إذا أبهمه، موجود عندك الكلام، يعني حتى يعني لا تكتب، اكتب فقط الزيادات التي زائدة على الكتاب عندك. نعم، من أجمله إذا أبهمه. إذن هذا معنى مجمل لغة. وعلى ذلك مسألة الإبهام أعم من الإجمال، مسألة الإبهام أعم من الإجمال. فكل مجمل مبهم، وليس كل مبهم مجملا. نعم، فكل مجمل مبهم، لأن الإبهام أعم. فلو قلت لك مثلا: تصدق على رجل، فهذا مبهم وليس مجمل، مبهم، من هذا الرجل؟ لا تعرفه. نعم، إذن هي المجمل اسم مفعول من أجمل الشيء إذا جمع، وهذا معناه المجموع، أو من أجمله إذا أبهمه. معناه اصطلاحا كما قال المصنف هو ما افتقر إلى البيان. ما افتقر إلى البيان أي هو لفظ يحتاج إلى تبيينه، إلى تبيين معناه،
وإلى تبيين المراد منه. نعم، قال هو ما افتقر إلى البيان. نعم، والمجمل في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما لا يكفي وحده في العمل به، يعني لابد معه من دليل آخر يبين لنا كيفية العمل به. معناه ممكن يكون واضح، لكن كيف العمل بهذا المجمل لا تستطيع إلا أن يأتي دليل آخر يبين لك المراد منه. فمثلا قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طيب المعنى ظاهر، المعنى ظاهر هو الأمر بإقامة الصلاة، لكن على أي وجه تكون إقامة الصلاة؟ كذلك المعنى هنا في قوله تعالى وآتوا الزكاة، أما المعنى واضح الوجوب إيتاء الزكاة، لكن ما هي مقادير الزكاة الواجبة في كل صنف من أصناف المال؟ فلا نستطيع العمل بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلا بدليل آخر يبين معنى إقامة الصلاة. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الصلاة أزالت الإجمال الوارد في قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة. بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمقادير الزكوات وما يجب فيه الزكاة وما الذي يجب فيه وما يجب فيه الزكاة وما لا يجب، بيّن لنا الإجمال الذي ورد في قوله تعالى وآتوا الزكاة. إذن المصنف يقول والمجمل هو ما افتقر إلى البيان. نعم، إذن يعني معنى المجمل هو معنى واضح، يعني ليس معنى الإجمال بأنه ليس له معنى أبدا، وإنما معناه واضح، لكن يحتاج إلى نص آخر يبين لنا الطريقة الصحيحة للعمل بهذا النص، أو كيفية الإتيان بهذا العمل على الوجه الذي يريده الشرع. ومن ثم قال هو ما افتقر إلى البيان. طيب، ثم شرع في يعني يعرف لك البيان، والبيان في اللغة بمعنى الظهور ومعنى الوضوح. البيان يطلق على معنيين، يطلق على الفعل نفسه، ففي قول الله جل وعلا، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا كما رأيتمون يصلي، هذا يسمونه إيه؟ إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لماذا؟ للإجمال الذي ورد في قوله تعالى وأقيموا الصلاة. إذن البيان يطلق على الفعل نفسه وهو التبيين، ويطلق على الدليل الذي وقع به البيان. تسمع كده البيان رقم واحد من القوات المسلحة، ها؟ أول لما سمعنا بيان رقم واحد من القوات المسلحة استبشرنا كلنا الخير، الحمد لله. بيان رقم واحد وفي اثنين وفي ثلاثة وفي أربعة. إذن قولوا بيان رقم واحد من القوات المسلحة أطلقوا على إيه؟ أطلقوا على الدليل نفسه المحتوى. فالبيان يطلق على أحد على شيء، يطلق على التبيين، فالمبين بين أزال الإجمال الذي كان في المجمل. نعم، ويطلق على الدليل الذي وقع به البيان. الله، احنا محتاجين بيان كمان من القوات المسلحة بإزالة قانون الطوارئ وحل الحكومة، وحل هذه الحكومة تكون حكومة انتقالية. نحن والله نفتقر أيضا إلى هذا البيان. نعم، بسم الله. على كل حال القوات المسلحة أتحفتنا أتحافات إنسانية، الحمد لله، جزاهم الله خير. قال والبيان إخراجه، إذن البيان يطلق يعني في اللغة على التبيين، ويطلق على الدليل الذي وقع به البيان. طب ما هو الاسم أو بتذكر بيان رقم واحد، تعرف أنه هو الدليل الذي وقع به البيان. فعرف هنا اصطلاحا قال هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، لأن لما جاء الدليل المبين يعني أزال الإشكال الذي كان واردا في اللفظ المجمل. قال إخراج الشيء يعني اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. نعم، أزال الإجمال الذي في قوله جل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم مبينة
مبينة لهذا الإجمال. فهذا معنى أنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي قبل أن يأتي الدليل المبين. كان هناك إشكال، إشكال في العمل، أي كيف نقيم الصلاة، كان في إشكال، ما هي الكيفية الصحيحة التي تقبل بها الصلاة. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله بأفعاله واجبات الصلاة وشرائط الصلاة وأركان الصلاة بسنة القولية والفعلية والعملية، نعم، يعني دل ذلك عليه، أزال، هو أخرج الشيء، أخرج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، التجلي بمعنى الوضوح والظهور. فهمت هذا؟ إذن هنا قوله والبيان أخرج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. طيب هنا يعني اعترض هنا على المصنف من أهل العلم كالأمدي وغيره، يعترض على المصنف أنه جعل البيان يخص الشيء الذي يخرج من الإشكال إلى التجلي، فقال هناك ألفاظ مبينة بنفسه، مثل إيه؟ مثل السماء والأرض ووجه ويد، كل هذه ألفاظ إيه؟ مبينة يعني بنفسه. فقال إن المصنف هنا خص البيان أنه لابد يكون بأنه لابد أن يسبقه إشكال، فعلى ذلك الألفاظ التي هي مبينة بنفسها ليس فيها إشكال خرجت عن اصطلاح المصنف. ويرد على هذا بأن المصنف هنا لم يقصد استيعاب جميع معاني البيان، وإنما قصد إزالة الإجمال أو الإشكال. يعني هو يقتصر في، لأن هذا مختصر في أصول الفقه، لا يقصد به المصنف رحمه الله تعالى استيعاب الأقوال، وإنما يقصد به هنا يعني بيان المجمل، أنه أزال الإشكال إلى حيز التجلي. إذن لا يرد عندنا إشكال الأمدي رحمه الله تعالى، نعم، على أن هناك ألفاظ مبينة هي بنفسها، نعم، لأن المصنف لم يقصد استيعاب، لم يقصد استيعاب جميع معاني البيان. فهمنا هذا؟ طيب، وهنا أورد لك الشارح رحمه الله تعالى وقال وقيل هنا أيضا، معلش، وهنا وقيل في تعريف تاني، تعريف آخر، هذا هو التعريف الذي يعني المعتمد عند كثير من الأئمة كالشافعي وأحمد. وتعريف الشافعي وأحمد أن اللفظ المجمل هو ما يحتاج إلى يعني نص آخر يبين معناه أو كيفية العمل به، هو نفس تعريفه، هو نفس التعريف الذي اقتصر عليه المصنف. لكن هناك تعريف آخر للمجمل، أنه هو الذي قدمت به الكلام، أنه هو ما احتمل معنيين، نعم، وليس لأحدهما مزية على الآخر. هذا تعريف آخر للمجمل. على التعريف الثاني للمجمل، طب الذي يحتمل معنيين لا مزية لأحدهما الآخر، احنا أخذناه قبلا، يسمى ايه؟ المشترك، اللفظ المشترك الذي يحتمل عدة معان، اللفظ المشترك هو اللفظ الذي يحتمل عدة معان، معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر. فمثل لفظ العين يطلق على الجاسوس، ويطلق على العين الجارية، ويطلق على العين الباصرة، نعم، فهذا لفظ فيه اشتراك. إذن التعريف الثاني أنه ما احتمل معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، وذكره الشارح عندك، نعم، هذا معناه إن المجمل أيضا يطلق على المشترك، المجمل يطلق على المشترك. لو على التعريف الأول يبقى هناك تمييز بين المجمل وبين المشترك، لأن المجمل هو محتاج إلى نص آخر يبين كيفية العمل به ويزيل عنه الإشكال الذي في اللفظ. لكن على التعريف الثاني أن المجمل هو المشترك. ثم ذكر لك الشارح هنا يعني أسباب الإجمال، فقال أسباب الإجمال عندك موجودة، عندك أسباب الإجمال، ما هي الأسباب التي يرد لها الإجمال؟ الأسباب التي يرد فيها الإجمال ثلاثة، منها عدم معرفة المراد، فنقول فاللفظ الذي لا نعرف المراد منه على وجه التحديد نقول هذا إيه؟ مجمل. وعدم معرفة المراد هذا سببه أن يكون اللفظ مشتركا بين عدة معاني، نعم، بين عدة معاني، نعم. فإذا عدم معرفة المراد أن يكون لفظ مشتركا بين عدة معاني، وهذا الاشتراك ممكن يكون في اللفظ الواحد مثل لفظ القرء،
يطلق على الحيض يطلق على الطهر، فانا نستطيع ان نحدد في قول الله جل وعلا يعني والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، هل مراد بذلك حيضات ام المراد بذلك ثلاثه اطهار؟ يعني هل مراد ثلاث حيضات ام ثلاثه اطهار؟ نعم، يعني نحتاج الى نص اخر يبين لنا المراد. فهذا اجمال في ايه؟ في اللفظ، او ان يكون اجمال في الحرف. يعني ممكن يكون الحرف محتمل معنيين. نعم، ففي قول الله جل وعلا يعني فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. من هنا تحتمل معنيين. هل من هنا لابتداء الغايه؟ يبقى انا اول شيء من الصعيد هو وجه الارض، والطيب هو الطاهر الذي ليس عليه نجاسه. فلو كانت من لابتداء الغايه يبقى معناه ان انا يصح التيمم باي شيء من على وجه الارض، سواء كان حجر او غيره، المهم يكون وجه الارض. اما لو كانت من هنا تبعيضيه يبقى لا يصح التيمم الا بالتراب ما له غبار. فهذا يسمونه هنا ايه؟ يسمونه هنا ده اسمه يعني هنا اشكال في الحرف، او ان كان يكون هناك اشكال في التركيب. التركيب نفسه يحتاج لم يتبين المراد. ففي قول الله جل وعلا الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح، الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح، او يعفو الذي بيده عقده النكاح. من هو الذي بيده عقده النكاح؟ عند الشافعي هو الزوج، وعند الامام مالك هو الولي. فهذا ايه؟ احد اسباب الاجمال اللي هو ايه؟ الاشتراك في الدلاله. طب هنا في قول الله جل وعلا يعني الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقده النكاح، يعفونا هنا النون هنا الفعل ده هنا ايه؟ الا ان يعفونا عندنا ايه الفعل ده هنا؟ من يعرف لنا هذا الفعل؟ من يعرف لنا؟ من يعرف لنا؟ تفضل. طيب افعال خمسه تنصب بماذا؟ طبعا عندك النون محذوفه؟ نعم. يبقى هذا ليس فعل من الافعال الخمسه؟ فعل خمسة ومتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، فليس من الأفعال الخمسة. لو كان من الأفعال الخمسة يبقى لازم يحذف النون. فعل ده فعل يعني مضارع، نعم، مبني على يعني السكون لاتصاله بنون النسوة، نعم، ونون النسوة هنا فاعل، نون دي فاعل، نعم، في محل نصب يبقى أن الذي تليها أو يعفو ده فعل من الأفعال الخمسة، لأنه هنا ما منصوب بحذف النون، لأنه الواو هنا في يعني الواو هنا الواو في الفعل الأول أن يعفو، هذا واو الفعل عفا يعفو، نعم، إلا أن يعفون عفا يعفو، ونون هنا نون النسوة هي اللي فاعل. الفعل الثاني أو يعفو، الواو دي واو الجماعة، لو هنا واو يا الجماعة والنون هنا حذفت لكون الفعل من الأفعال الخمس. على كل حال إذا من أسباب الإجمال وعدم معرفة المراد بسبب كون اللفظ مشتركا، سواء كان الاشتراك في التركيب أو في اللفظ أو في الحرف. من أسباب الإجمال أيضا عدم معرفة الصفة، كما ذكرنا في قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، نعم، اي يعني على اي صفه تصح اقامه الصلاه، فهذا سبب الاجمال هنا. طيب، او عدم معرفه المقدار، مثل قوله تعالى واتوا الزكاه، ما هي المقادير الواجبه في الزكوات؟ اذا الاجمال له ثلاثه معان، له ثلاثه اسباب، منها عدم معرفه المراد، ومن عدم معرفه الصفه، ومن عدم معرفه المقدار. والسؤال في قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هل هذا الآية هنا مجملة أم هي مبينة؟ في إجمال هنا في هذه في 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 آية السارقة؟ فين 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 الإجمال؟ فقطعوا
يعني احنا ذكرنا بان مجمل له حاجتين، محتاج الى نص الى يا بيان معنى او يعني 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 ما احتمل معني ليس لحدين مزيته الاخر. هل في احد هذين التعريفين هنا في ايه السياق يد هنا اليد معناها لها 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 معنى اخر؟ هيت لا تحتاج الى نص اخر. وانما في ايه الوضوء لما اراد الله عز وجل ان يعني اليد اذا اطلقت تطلق على هذه اليد، فلما اختلفت الصفه قيدها الله جل وعلا في 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 ايه الوضوء: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. لان لو قال اليد فقط فهذه اليد، فهمت هذا؟ طيب، وعلى ذلك ايضا في قول الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهل هنا في اجمال في قول تعالى وامسحوا برؤوسكم؟ في اجمال هنا ولا ليس في اجمال؟ الذي يقول في اجمال يقول اين الباء؟ اين الاجمال في الباء؟ او طيب الباء هنا فعلا محتمله، محتمل انها تكون للتبعيض، ومن هنا ذهب بعض الائمه الى انه يجزئ مسح بعض الراس، او ان تكون الباء هنا للالصاق. لكن لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم راسه فاقبل بهما وادبر، علمنا ان الباء هنا ليه؟ للالصاق. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ازال الاجمال، كانت مجمله. اذا لا اجمال في هذه الباء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أزال هذا الإجمال. هل الباء هنا للإلصاق وعلى ذلك يعني يجب مسح جميع الرأس، أم أنها للتبعيض فيجزم مسح بعض الرأس؟ نعم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أزال الإجمال. إذن ليس هناك إجمال في قوله وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، نعم، لا اجمال ولا يعني ليس هناك اجمال ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ازال الاجمال؟ ما هو ازال الاجمال خلاص انتهى، مع لم يعد مجملا. بعد ان يبين المجمل انتهى اجماله، بعد ان يعني لان الاجمال هو ما افتقر نص يبين معناه. نعم، هو تم الاجمال فيه، ما هو يعني هو كان مجملا، هو كان في الاصل بانه كان مجملا ثم ازيل هذا الاجمال. اذا هو لا يحتاج الى بيان اخر لهذا المعنى، هو تم ازاله هذا يعني الاجمال. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لما قطع يد السارق فقطع من الكوع ازال ايضا اي شيء يرد على. اذا هذه النصوص قد تكون في الاصل فيها بعض الاجمال، انه يشتبه هي اليد من هنا ام لا، ولكن ظواهر النصوص ازالت هذا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في قطع يد السارق وكذلك مسح راسه ازال هذا الاجمال. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وانتقل المصنف رحمه الله تعالى لبيان معنى النص. نعم، قال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وهذا معنى النص في الاصطلاح، وعندما نطلق الاصطلاح أي اصطلاح بالأصولي، لأن النص عند الفقهاء يطلق على الدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، فهذا يسمون عنده نصا. لكن هنا نحن نتحدث هنا عن الاصطلاح في أصول الفقه. قال: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. كل شيء لا يحتمل، وهذا أشهر تعريف النص، وهذا أشهر تعريف النص، أنه هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. أمثلة على ذلك كثيرة. كل الأمور المقدرة بتقدير محدد كلها من النصوص على اصطلاح الأصوليين. يعني قول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ده نص في ايه؟ نص في وجوب جلد الزاني البكر 100 جلدة. نص. نعم؟ طيب. قول الله جل وعلا يعني فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط
ما تطعمون لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا إيه؟ نص 10 مساكين. قول الله جل وعلا في الصيام البديء في التمتع فمن لم يكن أهله حاضرين يعني يقول جل فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. نصوص كلها نصوص. إذن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهذا أشهر تعريف النص. نعم. وطبعا فهمنا الفرق بين الصلاح النص عند الأصوليين وعند الفقهاء. وقيل تعريف آخر للنص وقيل ما تأويله تنزيله. ما تأويله تنزيله معناه أن النص بمجرد ما يسمع يفهم معناه. هذا معنى تأويله تنزيله يعني مجرد ما تسمعه تفهمه. هذا تعريف آخر للنص. والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى هو يقدم التعريف الأول وهذا التعريف هو أشهر تعريف النص أنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. التعريف الثاني ما تأويله تنزيله نعم معنى أنك بمجرد ما تفهمه ما تسمعه تفهمه يعني معناه يفهم بمجرد نزوله. تأويله يعني معناه يفهم منه ما تأويله تنزيله يعني مجرد ما يأتي النص ما ينزل النص نزوله يعني لأن أصل النصوص الشريعة تنزل من يعني من رب العالمين مجرد نزول النص نفهمه. هو معناه قريب من المعنى الأول لأنه هو النص الذي مجرد ما تسمعه تفهمه هو ما يحتمل إلا معنى واحد. يعني هو التعريف الثاني هو نفس التعريف الأول لا يختلف ولكن التعريف الأول أبين وأوضح وأسهل. أبين وأوضح وأسهل أنه هو يعني هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. نعم. وهذا أحسن تعريف النص. قال هو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. عندنا هنا إشكال هنا أنه يقول هو مشتق من منصة العروس. منصة هنا اسم آلة ومن الأمور المعلومة أن المصادر هي أصل الاشتقاق. كل المصادر هي أصل الاشتقاق. نعم. فكيف هنا يشتق المصدر من اسم الآلة؟ لا هنا هو لا يقصد الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي في النحو هو يقصد هنا بالاشتقاق الاشتراك في مادة اللفظ. وإلا فمنصة العروس مشتق من النص لأن النص في اللغة بمعنى الظهور ولما كانت منصة العروس عالية فالعروس ظاهرة. وبالمناسبة العروس يطلق على الرجل ويطلق على المرأة رجل عروس والمرأة عروس لأن فعول ليس فيها مذكر وهي مؤنث كلها لفظ واحد. نعم. إذن هنا قوله هو مشتق من منصة العروس لم يقصد الاشتقاق بمعنى الاصطلاحي. ومنه مثلا قول الفقهاء البيع مشتق من الباع لأن كل واحد منهم يمد باعه لصاحبه يعني يمد زراعه لصاحبه. نعم. والباع هنا هو اللي مشتق من البيع. البيع هو المشتق لكن هنا يقول البيع مشتق من البيع يقصد بذلك الاشتراك في أصل المادة فقط لا يقصد الاشتقاق الاصطلاحي. قال هو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي لأن معنى النص واضح. نعم. فظاهر أمام الناس. نعم. فكذلك مثل منصة إيه؟ مثل منصة العروس لكونها عالية تعلو الحضور فمن ثم يعني هذا الاشتراك في يعني اذا اشتقنا بمعنى الاشتراك في اصل الماده وليس الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي لان المصادر هو اصل المشتقات. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى الظاهر والمعول والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. صار بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى هو الآن ما زال يتكلم عن دلالات الألفاظ. فاللفظ إذا إن دل على معنى واحد يعني فهو النص. إذا احتمل معنيين فهو المجمل. نعم. وتكلم على المجمل وتكلم على النص.
شرع نتكلم على الظاهر وعلى المؤول. الظاهر في اللغة بمعنى الواضح، ظهر هذا الشيء بمعنى واضح. نعم. والمقصود به اصطلاحا قال هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني اللفظ الظاهر هو يحتمل معنيين لكن أحد المعنيين يعني أظهر أرجح من يعني من الآخر، فيكون هذا اللفظ إيه؟ فيكون هذا المعنى الراجح هو الظاهر والمعنى المرجوح هو المؤول. الفرق بين المجمل وبين الظاهر، المجمل هو يعني ما اشتمل على معنيين ليس لأحدهما مزية على الآخر، هذا على التعريف الثاني يا المجمل. لكن هنا إذا كان أحد المعنيين أرجح من الآخر فالراجح هذا يسمى الظاهر والمرجوح يسمى المؤول. هذا الصلاح عند الأصوليين. قال ويؤول. طيب أمثلة على ذلك، وطبعا حكم اللفظ الظاهر لما يأتينا لفظ في معنيين والثاني أرجح يبقى حكمه إيه؟ وجوب العمل بالمعنى الظاهر. يعني هنا كما أن حكم النص هو وجوب العمل به ليس لأحد أن يتخلف عنه، وحكم المجمل أنه يحتاج إلى بيان يبين كيفية العمل به، كذلك هنا حكم الظاهر وجوب العمل به. لماذا؟ هو مع كوني محتملا إلا أن معناه ظاهر، فهذا إلا أن هناك راجح وهناك موجوح، فالراجح يجب العمل به. ففي قول الله جل وعلا ما من صاحب إبل ولا ذهب لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح يعني من النار، حديث. طيب ما من صاحب إبل ولا ذهب، هنا هذا يعني الذهب هنا المقصود هنا ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح يوم النار فوقها جبينه وظهره وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. طيب هنا الذهب هنا هل يقصد به هنا الـ 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 يعني السبائك ويعني يحتمل كونه يعني الذهب كل ما احتملت انه هو الذهب الذي يلبس او الذهب المستعمل او الذهب غير يعني غير المستعمل. الظاهر هنا ايه؟ انه كل ما كان ذهبا فهو ايه؟ الظاهر هنا ان المعنى الظاهر هو يحتمل، لكن المعنى ان كل ما كان ذهبا فهو الذي يعني بالغ النصاب يعني فيجب عليه بان يؤدي زكاته. نعم. فعلى ذلك فكون الذهب هنا يعني كونه هو يعني قول السلام يعني هل هو يعني المراد منه هل هو يا محلى كان او غيره. بعض الناس هنا يقول والله الذهب المحلى، هنا البعض يقول ايه، البعض يقول هنا ان الذهب المحلى الذي يتخذ للحليه، وهذا قول لبعض اهل العلم، ليس فيه زكاة. نعم. فيرد على هذا القول بان الظاهر أن كل ذهب سواء كان محلى أو غير محلى به، يعني سواء كان حلية للمرأة أو تتخذه للزينة أو تتخذه لغير الزينة، فالظاهر هو إيه؟ أنه يجب فيه زكاة سواء كان متخذا للزينة أو غير متخذ للزينة، لأن من أهل العلم يقول هو يحتمل. نعم. هذا وإن كان محتملا إلا أن معناه ظاهر، إلا أن الراجح هو أن الذهب عموما سواء كان محلى أو غير محلى. وعلى كل حال هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. فمن أهل العلم قد يكون من يرى بأن الذهب هنا الذي يجب فيه الزكاة هو ليس الذهب الذي تحلى به المرأة، وإنما هو السبائك ونحوها التي تدخر. فنقول هذا معنى إيه؟ هذا معنى موجوع، لأن الظاهر هو عموم الزكاة في الذهب. هنا حتى يتبين الأمثلة على الظاهر أورد لك الشارح أن للظهور أسباب، هناك أسباب يعني كيف نعرف المعنى الظاهر، يعني كيف نعرف المعنى الراجح من المعنى المرجوح. هناك أسباب للظهور، منها
أن الأصل هو حمل كلامي على الحقيقة، أن الأصل هو حمل كلامي على الحقيقة. فلما لو قلت لك يعني رأيت أسدا، نعم يعني أسدا، فالأصل بأني رأيت الأسد الحيوان الدابة، مع أن ممكن يكون رأيت أسد يحتمل أن أنا رأيت رجلا شجاعا، بس ليس هناك قرينة في الكلام تبين لما خلى الكلام من القرينة. نعم، فعلمنا فالظاهر هنا أنه رأيت أسد يبقى هذا أسد. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن خالد إن خالدا سيف سله الله على المشركين، إن خالدا سيف سله الله على المشركين، فقوله صلى الله عليه وسلم إن خالدا سيف، علمنا هنا إن المقصود هنا هو شجاعة خالد يعني رحمه الله، يعني يا رضي الله عنه، وليس كونه سيفا بالقرينة التي تضمنها بها حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النوع من يعني قد يقول هذا من المجاز، من أهل العلم من يقول هذا النوع يبين سياق معناه، يبين سياق معناه كما قال الشافعي في قوله تعالى واسأل القرية، قال هذا من النوع من صنف يبين سياق معناه ولم يذكر المجاز. على كل حال استفضنا قبل ذلك في موضوع الحقيقة وموضوع المجاز. إذن من أسباب الظهور عندما يكون هناك لفظ يتعارض بين كوني حقيقة وكوني مجازا، فنقول بأن الأصل وحمل الكلام على الحقيقة. نعم، وكذلك من أسباب الظهور أن الأصل هو الاكتفاء وعدم التقدير. نعم، في قول الله جل وعلا كما ورد لك الشارح مثلا وجاء ربك، أهل السنة والجماعة يقول وجاء ربك في صفة إثبات صفة المجيء لله جل وعلا على وجه الله يعني بجلاله. المبتدعة حتى ينفوا عن الله جل وعلا صفة يعني صفة الفعل من الجهمية ومن المعتزلة والأشاعرة ونحوهم قال وجاء أمر ربك، فنقول بأن الأصل هنا إيه؟ الاكتفاء وعدم التقدير. وعلى ذلك في قول الله جل وعلا ممكن نستفيد هذه القاعدة في 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 الترجيح بين الأقوال. ففي قول الله جل وعلا إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هنا من أهل العلم عندنا هنا قولان في تفسير الآية. قول الأول بأن هذه الأشياء الأربعة ترجع إلى اجتهاد اختيار الإمام أو الحاكم. أسباب نذكر هنا أسباب الظهور منها أنه أن السبب الأول وأن الحقيقة مقدمة على المجاز، والثاني أن الأصل اكتفاء عدم التقدير. قلنا ممكن تستطيع أن تستفيد من هذه القاعدة في الترجيح بين في التفسير. ففي الآية التي ذكرتها في آية الحرابة، نعم حد الحرابة، ذكر الله جل وعلا أربعة عقوبات: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فمن أهل العلم، وهذا قول الأكثر، قال من أهل العلم من قال بأن هذه العقوبات يخير فيها الإمام بحسب المصلحة التي يراها. ومن أهل العلم قول الثاني يقول أن هذه الآية فيها مقيدات، فإن قتل يقتل أن يقتلوا، نعم إن قتل وأخذ المال يقتل، إن قتل ولم يأخذ المال يصلب، نعم إن أخذ المال تقطع يده ورجله من خلاف، نعم إن أخاف الناس فقط يعني ينفى من الأرض. قالوا هنا إن هناك مقيدات في الآية، فإذا استعملنا هذه القاعدة كنا أن الراجح هو القول الأول لأن الأصل هو الاكتفاء وعدم التقديم. الأصل بأن الآية مكتفية بنفسها، لا تحتاج إلى أن نقدر لها، لا تحتاج إلى 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 أن نقدر لها مضمرات أو أن نقدر لها قيودا. فهذه قاعدة أن الأصل الاكتفاء وعدم التقديم تستعملها في الترجيح بين الأقوال هي في التفسير. فعندما يتعارض عندك قولان، قول لا يحتاج فيه إلى تقدير وقول الثاني يحتاج إلى تقدير، تقول الأصل فتقول فترجح القول الأول بأن الأصل هو عدم التقدير، وهذه حجة من رجح القول الأول بأن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام وحسب المصلحة التي يراه.
فعلى ذلك يجوز أن يقتله الإمام حتى ولو أخاف لكونه غلبت المصلحة عند الإمام على يعني على على ذلك. قول الثاني قالوا لا يقتل لأنه لم يقتل لأنه لم يقتل. نعم فهمنا هذا. إذن من أسباب كذلك الظهور هو الاكتفاء وعدم التقديم. من أسباب الظهور كذلك بأن الأصل أن المطلق يعمل به على إطلاقه ما لم يرد له تقييد. نعم هنا في قول الله جل فتحي الرقبة في كفارة الظهار من أهل العلم من ذهب إلى أنها الرقبة هنا يعني هي مطلقة. وتفصيل الكلام تم في باب المطلق وهي المقيد وهذا ما اختلف سببه واتحد حكمه. هنا راجح في إيه؟ ماذا قلنا في ذلك؟ ما اختلف سببه واتحد حكمه راجح يحمل مطلق على المقيد ولا يحمل؟ يحمل. نعم الرابع كذلك أن الأصل بأن العام اللفظ العام يشمل يحمل على عمومه ما لم يرد له تخصيص. هذه بعض الأسباب التي يذكرها العلماء التي تستطيع بها يعني الأصل عندما يأتيك لفظ عام لا تحمله على التخصيص إلا أن يكون هناك مخصص دل على التخصيص لأن الأصل هو عدم التخصيص. نعم طيب إذن 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 اللفظ الظاهر هو محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. نعم طيب محتمل يعني أحدهما أظهر من من الآخر. قال ويؤول الظاهر بالدليل. استرد لك هنا يبين لك مصطلح التأويل عند الأصوليين أن التأويل عند الأصوليين صرف اللفظ عن ظاهره أو عن معناه الراجح إلى معنى آخر لدليل. هذا معنى التأويل عند المتأخرين. فلسما قال ويؤول الظاهر بالدليل يعني يصرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح بدليل يدل عليه. طبعا هذا التأويل هو دام هذا معنى التأويل عند المتأخرين وإلا فالتأويل عند السلف أقصين. التأويل عند السلف له معنيه ما هما؟ التفسير والثاني ما يقول إليه الشيء يعني حقيقة الشيء. وعندما يأتي لفظ التأويل في الكتاب أو السنة فهو على أحد هذين المعنيين إما التفسير وإما ما يقول إليه حقيقة الشيء. وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح هذا الصلاح حادث. والظاهر هنا أن طبعا تعلمون أن كل من ألف في أصول الفقه أغلب من ألف في أصول الفقه من أهل الكلام. إدخال هذه المسألة هنا لها يعني صلة بالعقائد التي يعتقدها أهل الكلام. فهم يعتقدون أن صفات الله جل وعلا يذهبون إلى تأويلها والتأويل هنا أن صرفت عن معناها الظاهر إلى معنى آخر لأن الأصل هو حمل الكلام على الحقيقة كما ذكرنا. ففي قول الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. أهل السنة والجماعة يداه لفظ مثنى التثنية دلت على أن الله جل وعلا يدينا على الوجه الذي يليق بجلاله ليس كمثله شيء. المبتدعة قالوا هذا مؤول يعني صرف عن المعنى الظاهر أمامك هذا إلى معنى آخر. ما هو الدليل الذي يعني استعملوه؟ هم نصوا على أن التأويل لابد من دليل صارف وإلا فالتأويل كما يقولون صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى غيره بلا دليل صارف يكون هو نوع من إيه؟ تحريف. يكون نوع من التحريف للنصوص. نعم فما الدليل على هذا؟ يقول والله الدليل أن هذا تنزيه لله جل وعلا. هنثبت لو أثبتنا يعني يدعي يبقى أثبتنا له جريح. نقول هذا لا يصلح دليلا. هذا لا يصلح دليلا لأن الدليل لابد أن يصدر عن المتكلم بهذا الكلام. لو كان الكلام فيه إشكال فلابد أن يصدر عن المتكلم. ثم إن هذا المعنى الذي وقع في أذهانكم معنى فاسد. أنتم تخيلتم يد الله جل وعلا مثل أيدي المخلوقين ومن ثم شرعتم في تحريفها. فليس هذا تأويل حتى على الصلاحية لأنه ليس هناك دليل صارف. أين الدليل الصارف؟ من الكتاب أو من السنة؟ ففي قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى الأصل بأن الظاهر أن معنى استوى هو إيه؟ على استواء في اللغة معنى العلو والاستقرار.
نعم. فهم يقولون استوب معنى استولى، كيف صرفتم هذا اللفظ؟ نعم بأي شيء؟ ما عندهم دليل. يبقى هذا ليس تأويلا، ومن ثم يشترط لصحة التأويل حتى على الصلاح الأصولين يشترط له شروط، أن هذا التأويل الذي يسمونه هو الصلاح حادث، وهم يقولون لا مشحة في الاصطلاح على أن هذا التأويل في عند متأخرين بهذا المعنى ليس هو المعنى الوارد في الكتاب والسنة. نعم. ولكن يعني على مثل هذا أنه يشترط صحة هذا التأويل شروط، أن يكون اللفظ كما ذكر عندك الشارح، أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، يعني يكون اللفظ محتملا للمعنى المرجوح، أن يكون اللفظ محتملا للمعنى المرجوح. فهمت هذا؟ هذا الأول. إذا لم يكن اللفظ محتملا للمعنى المرجوح يبقى لا صح التأويل. ففي قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، يصح هنا أن تكون حرمت عليكم ميتة، الميتة لحمها وعظامها وجلودها، هذا صح، لأن الميتة لفظ عام شمل كل إيه؟ الألف واللام ده عموم، شمل كل أجزاء الميتة. فلما ورد قول الله جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، إنما حرم من الميتة أكلها، نعم، فدل هذا على إيه؟ على أن حرمت عليكم الميتة، المقصود بذلك هو لحوم الميتة وليس مجرد الانتفاع بجلودها. لكن هذا إذا الشرط الأول في هذا التأويل أن يكون اللفظ قابل، أن يكون اللفظ قابلا للتأويل محتملا لهذا المعنى المرجوح. طيب في قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فين هنا استوى؟ ما الذي ما العلاقة بين استوى واستولى؟ ليس هناك أي علاقة، الاشتقاق مختلف تماما، الاشتقاق مختلف. نعم، هذه مادة وهذه مادة. نعم. الشرط الثاني كذلك أن يوجد الدليل الصارف، أن يوجد الدليل الصارف لهذا المعنى المرجوح. إذا لم يكن ثمة دليل يبقى هذا تحريف. فهمنا هذا؟ ومثل هذا مثل هذه التأويلات الباطلة، مثل تأويلات الشيعة، يعني تأويلات الروافض والباطنية، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نعم نعم. ويعني فمن يكفر بالطاغوت. نعم. فيحملون على ذلك، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أقول إمامين، هذه كلها تحريفات وكلها سخافات وجهل، لأنه ليس هناك دليل صارف لهذا. الشرط الثالث أن يكون هناك يعني حاجة لهذا التأويل، يكون عندنا حاجة لصرف اللفظ عن ظاهره، لأن الأصل هو حمل اللفظ على ظاهره، فيكون عندنا حاجة. ما هي الحاجة؟ أن يكون هذا اللفظ مخالف لقاعدة في الشرع. والشارح أورد لك مثال عليها، قول النبي صلى الله عليه في الصحيح الجار حق بثقبه، ثقبه يعني الثقب بمعنى الشيء المجاور. فالثقب هنا محتمل إيه؟ يحتمل الجار أحق بثقب، أن الجار هنا بمعنى الشريك، أن الشريك يحق بشركته، أو الجار أحق بالشيء المجاور له وليس فيه اشتراك. الظاهر هو إيه؟ الجار أحق بثقب أن الجار هو الجار وليس الشريك، هذا الظاهر. لكن لما ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فالحدود لا توضع ولا تصرف إلا في حاجة فيها اشتراك، ليس الجار بين الجار وجاره، ليس بين الجار وجاره، واحد جار له ملك وهذا جار له ملك آخر. إذا لما جاء الحديث الثاني نعم بيّن لنا أن المعنى الأول ده، أن المعنى الذي هو ظاهر لنا أن الجار ده بمعنى الجار اللغوي على الجار الحقيقة، لا، الجار هنا بمعنى الشريك. فهمنا هذا؟ طيب. وهذا بقى لما إذا تحققت هذه الثلاثة، أن يكون اللفظ قابلا للتأويل يعني يحتمل المعنى المرجوح، والثاني أن يكون هناك دليل صارف، والثالث أن يكون هناك حاجة، فإذا توفرت هذه الثلاثة دي توفرت في قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميت، في دليل صارف واللفظ يحتمل وهناك حاجة لأنه يخالف أن الشريعة لم تحرم الانتفاع بجلود الميت، هذا تأويل صحيح. من التأويلات التي لم تتوفر فيها هذه الشروط جميع تأويلات الجهمية والمعتزلة في صفات الله، ليس عندهم أدلة صارفة لهذه النصوص عن ظواهرها.
فتسميته هذا تأويل، هذا يعني هذا ليس لا يسمى تأويلا وإنما هذا تحريف. الناس عندهم نص عند، وهذا من العبث بنصوص الشريعة، هذا من العبث بنصوص الشريعة. طيب قال إذن إذا صحت الثلاثة فالذي صرفت له هذا المعنى، أنت صرفت المعنى إلى معنى مرجوح، هذا المعنى المرجوح يسمونه ظاهر، بس ظاهر بدليل، لأن المعنى الراجح الأول هو الظاهر بنفسه، لكن لو صرفت المعنى الراجح إلى 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 معنى آخر صار المعنى الآخر أيضا ظاهر بس بهذا الدليل، يعني صار المعنى المرجوح كما ذكرنا أن الجاء هنا بمعنى الشريك مع كوني مرجوحا، لكن لما جاء دليل آخر نعم صار ظاهرا بالدليل. إذن الظاهر نوعان، ظاهر بنفسه وهو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر فيكون الراجح ده هو الظاهر بنفسه، أو الظاهر بالدليل اللي هو الصرف المصروف اللي هو اللفظ الذي صرف إليه بدليل يدل على ذلك، فهمنا هذا؟ فهذا يسمونه الظاهر بالدليل، فهمنا هذا؟ إذن علمنا معنى المجمل ومعنى المبين ومعنى النص ومعنى الظاهر ومعنى المؤول. الظاهر هو محتمل معنين أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح يسمى الظاهر والمرجوح يسمى المؤول، نعم. وصرف اللفظ عن ظاهره لدليل هذا يسمونه تأويل، والمعنى الذي صرف له يسمى ظاهر بالدليل. طيب في قول الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. يقول الله جل وعلا في سورة الحديد يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو ما يعني هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. السلف هنا كثير من السلف وفي المسير يفسر هنا المعية، المعية هنا معية علم ليست معية حقيقية. الظاهر هنا في اللفظ إيه؟ إن المعية دي معية إيه؟ معية لا ما سموش ذات، نقول معية حقيقية، لأن المعية لا تشترط اتحاد الذوات. سرت والقمر، قمر في عليائه وأنا سائر، هذه معية لا تقتضي ذوات. فلانة مع فلان والزوج في السعودية وزوجته في مصر، فليست المعية تقتضي امتزاجا للذوات. لكن هنا الظاهر أن المعنى هنا إيه؟ أن المعية هنا معية حقيقية. نعم، من أهل العلم من قال هذا الظاهر غير مراد، لأن السلف فسروا المعية هنا معية علم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذهب في العقيدة الوسطية إلى أن المعية هنا معية حقيقية، وأن السلف فسروها باللازم. وعلى ذلك الذي يقول أن المعية هنا معية علم هنا خرج عن الظاهر، إنه يقول أن معية علم هنا يقول هنا خرج يعني إيه؟ عن الظاهر. إن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول يرى أن المعية هنا معية حقيقية، وتفسير السلف لها ليس خروج عن هذا الظاهر وإنما فسروها بلازم معناها، واستدل بآية سورة الحديد. نعم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إذن في الآية ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرج فيه وهو معكم أينما كنتم. جمع الله جل وعلا فين؟ جمع الله عز وجل في آية واحدة وهي في سورة الحديد بين، وذلك لما استدل في العقيدة الوسطية لم يذكر الآية في الله، لم يذكر آية المجادلة، ذكر آية سورة الحديد لأنها جمعت بين استواء الله جل وعلا على عرشه وبين كون الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، فدلت على أن معية الله جل وعلا خلقه لا تنافي استواءه على عرشه، ومن ثم جمع الله عز وجل بينهما في آية الحديد. وعلى ذلك نقول ليس في هذه الآية، إن تفسير السلف هنا بمعية العلم ليس هذا خروج عن الظاهر، وإنما هذا من تفسير الآية بلازمها
مع كون السلف مقيم مع وأنا رجعت إلى هذه المسألة لأن وجدت بأن بعض أهل العلم يرى بأنه لي في بالرجوع إلى كتب السلف فسروا يعني هم جميعا أنهم فسروا هذه الآية بأن معية هنا معية علم. فأنا رجعت وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني يثبت في العقيدة الوسطية أن المعية معية حقيقية لأن الله جل وعلا جمع بينه وبين الاستواء على العرش فدل على أنها معية حقيقية ومثلما جمع الله عز وجل بينهما. نعم وهذا دل على دقة فهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ورجعت إلى كلام الحافظ ابن منده رحمه الله تعالى نعم ووجدت كلاما ظاهره أي أنه يثبت الله جل وعلا بأنه يثبت المعية حقيقية يثبت المعية أيضا حقيقية وعلى ذلك كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن بأن تفسير السلف ليس خروجا عن الظاهر لأن السلف عندما قالوا المعية معية علم لم ينفوا المعية الحقيقية لأنها معية لا تنافي استواءه على عرشه كما أن دنوه من خلقه إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق دابته هذا لا ينافي استواء الله جل وعلا على عرش أقرب ما يقول عبد من ربه هو ساجد لا ينافي استواء الله جل وعلا على عرشه نعم ليس كمثله شيء كما أن نزول الله عز وجل كما أن نزول الله جل وعلا لا ينافي كذلك استواءه على عرشه لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء ينزل وهم استوون على عرشه كيف؟ بلا كيف كيف ذاته؟ لا تعرف ذاته كذلك لا تعرف صفاته لا تعرف الصفات إذن هنا في قول السلف أنه لما فسروا المعية هنا بالعلم ليس خروجا عن الظاهر وإنما فسروها بلازم معناه نعم ولأن الله جل جمع بين استواء على العرش وبين المعية في آية واحدة وهي آية سورة الحديد نعم فدل على أن معية الله جل وعلا معية حقيقية لا تنافي استواءه على العرش وتفهم هذا أيضا يعني عندما تعلم عظمة الله جل وعلا الكرسي بالعرش الكرسي يعني وسع كرسي السماوات والأرض سبحانه وتعالى كرسي في جوف السماوات والأرض إذا الله جل وعلا يعني لا يحجب عن عباده سبحانه وتعالى شيء وهذا سؤال يقول إذا كان النص هو ما يعني ما تأويله تنزيله أي يعني يفهم معناه بمجرد نزوله فهل هو مثل المحكم في كتاب الله؟ أي نعم المحكم مثل كتاب الله نص معناه لأنه معناه أنه لا نحتاج إلى نص غير يبين معناه ويحتمل معنى واحد والمحكم هو الذي ترد إليه النصوص لكونه قد أحكم معناه ليس هناك تطرق احتمال إلى معنى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم سؤال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جمعنا بك مرة أخرى ونسأل الله جل نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من هذه النعمة أمين رب العالمين نرجو من فضيلنا نرجو منكم المجمل في تبيين المجمل المبين في قراءة الفاتحة في الصلاة حيث أنك كنت تشرع فيه ولكن لم يتم في قراءة الفاتحة في الصلاة هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن في قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب نعم ففي قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الأصل هو من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا سواء في يعني أن المأموم يعني يستمع القرآن في الفاتحة وفي غير الفاتحة للعموم وإذا قرئ القرآن عموم سواء في الفاتحة أو في غيره لكن لما ورد حديث لا صلاة يعني ما لي أنازع القرآن في غير الصحيح يعني في الصحيح لا صلاة إلا فاتحة الكتاب وأي صلاة لم يقرأ بها فيها فاتحة الكتاب فيها خداج حديث أبي هريرة في الصحيح وفي غير الصحيح ما لي أنازع القرآن لما سمع قارئا يقرأ خلفه لا تفعلوا إلا بأمي الكتاب فالقول الثاني إن لما ورد قول الجل لا تفعلوا إلا بأمي الكتاب نعم فمن هنا استدل هنا من قال من أهل العلم بوجوب قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية لهذا الحديث
فيصير إن هذا الحديث الثاني أزال الإجمال الذي ورد في قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن هل هو الفاتحة أم غير الفاتحة. ففهمت هذا؟ فلما جاء الحديث الثاني إذن هذا يرجح قول من قال من 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 أهل العلم أن المراد هنا وإذا قرأ القرآن في يعني بعد قراءة الفاتحة لابد من قراءة الفاتحة، وأن قراءة الفاتحة لا تقدح في الاستماع والإنصات للقرآن. قد يقول قائل طيب ما فائدة معرفة المجمل والمبين؟ إيه الفائدة هنا التي يذكرها التي يريدها أهل العلم من إرادة المجمل والمبين في كتبه؟ أنك لا تتسرع في الحكم على نص إلا بعد أن تجمع النصوص التي ترد في هذه المسألة. فجمع كون النصوص فقد فما أجمل في موضع فقد تجد له فتجد له تبينا، لأن لا يكون هنا لأنه بعد استقرار الشريعة ليس هناك نصوص مجملة، النص المجمل لا يمكن العمل به. نعم، لابد من نص آخر يبين كيفية الصياح له. إذن فائدة ذكر المجمل المبين أن يلفت لك النظر، نعم، أن يلفت النظر إلى أن إلى وجوب جمع نصوص الشريعة في مسألة قبل أن تتكلم. فالنص الذي أنت تراه مجمل هنا قد فتجد لو جمعت النصوص في المسألة فتجد له النص الآخر المبين لهذا الذي أزال هذا الإجمال، وإلا فالنصوص كلها الآن لم يعد فيها مجمل. يعني كل من ما نمثل به على يعني المجمل جاءت النصوص، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهاية. يبقى ليس هناك في الشريعة بعد استقرار الشريعة ليس هناك ألفاظ مجملة، وإنما جاءت النصوص تبين أزالت هذا. إذن فائدة إذن ما الفائدة؟ الفائدة أن يدلك على أنك عندما تتكلم في مسألة لابد تجمع فيها النصوص، كما في قراءة الفاتحة خلف الإمام. لما تجمع النصوص فتجمع النص هذا ما لي أنازع القرآن لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فيبين لك إذا صح هذا الحديث حجة في الباب. نعم، وعلى ذلك يعني يكون هذا مخصص لعموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.